زي الفل. عن الناس اللي زي الفل، أين أنتم؟ عاملين ايه؟ الناس بس تبدأ تتلم كده. انا عارفة ما بطلع لكوش لايف هنا كتير، بقى حقكوا عليا. يا مساء القمر، عاملين ايه في الجو ده؟ انا يمكن معظم الناس اللي بتتفرج علينا من اسكندرية، فعاملين ايه بقى في الجو ده؟ مبيتة شايف. يلا قولولي حابين نسمع ايه الاول، بس كده الاغنية الاخيرة اللي انا منزلها ايه رأيكم فيها؟ احلى ناس اهل تونس، حبكم برشا. ما هو اكيد طبعا اسكندرية حلوة في كل اوقاتها، بالذات في الوقت بتاع الشتا ده. ولسه اللي جاي احلى. تسلميلي يا قلبي يا رب، تسلميلي، ما تحرمش منك ابدا. انا مش عارفه هي دي زهره بس ايه. تسلميلي يا سالي، اللي جاي مفاجأة يعني، مش هحرقها دلوقتي، بس اللي جاي ان شاء الله مفاجأة. طب يلا بينا نغني، يلا بينا نغني كده عشان الناس تبدأ تجمع. قالوا بالكتير كم يوم من بعد منه هقاسي شوية، وهيبقى صعب العيش عليا. قالوا مرحلة مهما طالت بيا، مفيش تعب بيدوم. وقالوا بالكتير كم يوم، وهينتهي اللي انا فيه وهمله، ومشاعري من ناحيته هيقلوا. قالوا يا مناس هالناس اتخلوا، طب قلبي ليه مخدوع لحد النهارده؟ سنين فاتت لا قلت مشاعري ولا ماتت، وعاش قلبي لي ومن قد ايه على الحالة دي، وكان ساكت لحد النهاردة. سنين فاتت لا قلت مشاعري ولا ماتت، وعاش قلبي لي ومن قد ايه على الحالة دي، وكان ساكت بس اللي مش مفهوم. عدوا السنين ولا حسيت بيهم، وبخاف يعدي سنين بعديهم. والكم يوم اللي قالولي عليهم، مفاتش منهم يوم. تسلميلي يا سومة، تسلميلي يا رب.
احمد عبده يا نجم. يلا قولولي حابين نسمع ايه تاني. حبيبي تسلميلي. أربع حيطان يابا وسابوني وحدنا، دقت العذاب يابا ولا دقت يوم هنا، بسأل عليهم فين ما جالوا زيارة ليه، وسابونا أنا في حيرتي وأربع حيطان يابا وسابوني وحدي انا، دقت العذاب يابا ولا دقت يوم هنا، بسأل عليهم فين ما جالوش زيارة ليه، وسابونا انا في حيرتي. يا مساء القمر، هو انتوا ليه مش متابعيني على انستجرام والتيك توك؟ يعني خلوني اشوفكم هناك كده، والله بنزل حاجات حلوه هناك. بس نسمع ايه؟ رضا البحراوي اني واحده. ميرسي جدا، ميرسي جدا جدا. محمد ان انا في كل ما بدخل حتة على السوشيال ميديا بلاقيك يا فطومة. طيب اسم الابليكيشن ايه؟ ايوه انا واخده بالي ان في كل ما اروح في اي حته هلاقيك موجود. سلمي على عمو كتير. سالتها الباقي الولع. اسم الاغنيه ايه؟ ما تقولوليش حته من الاغنيه ما تكونش اصلا إيه الحته دي معروفه. انا رديت على فكرة والله، قلت اسم الابليكيشن ايه. تامر عاشور. بقول عادي انا المرة دي مش فارق معايا رجوع، انا كويس ولا ببكي ولا موجوع، وموضوع الرجوع مقفول ملوش لازمة، بقول عادي. استنى بقى ما اجيب الكلام عشان انا مش فاكرة. صعب عليا؟ لا مش صعب عليا. تمام ماشي هستناك. يلا بينا. بقول عادي انا المرة دي مش فارق معايا رجوع، انا كويس ولا ببكي ولا موجوع، هو موضوع الرجوع مقفول ملوش لازمة، بقول عادي لكن بصراحة أنا بكذب ومش مبسوط، لا أنا كويس ولا أنا
في بعضه بموت. مش فاكرة الباقي يعني. قتلني البطء وغيابه، طلع أزمان ومهما ببان، كويس أو طبيعي وبعده ريحني، مجرد صرت ما بتيجي قصادي الشوق بيفضحني، وباخد بعضي وامشي وابص الاقيني مشيت في طريق بقولك فيه بتوحشني. غيابك طال وبتقطع عمري في مرة ما بباين، واقول ناسي وبان قاسي وانا حنين، طريق ومشيته من غيرك ما كملتوش، بقيت واحد في بعدك حتى ما عرفوش. محمد فؤاد حيران. ثواني بس كده. يا حبي انت اللي وحشاني اكتر 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 بكتير. طب ثواني بالراحة عشان مش عارفة اشوف ال مش عارفة اشوف. لا مش بروح هناك. وهقول عنك مواويل، وهقول عنك حكايات، وبرغم البعد ساعات برجع بينها مسافات، قلنا هنتفارق يوم وبعدنا كده كام يوم، وبرغم البعد ساعات برجع وبحن في يوم، وقالوا عليك ان انت عينيك قاسية ومفيش فيها سوء، قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيت ورحت وجيت واتنسيت مع الأيام، وأنا لو على قلبي فحن عشانك فجأة ومال، وأنا مهما بشوفك بشوفك غير كل اللي اتقال، تسحرني عيونك لو قابلوني وأقول يا سلام، كان فين من بدري وجودك جنبي أحلى ملاك. يا وزة مساء الفل جماعة. بصوا أنا بس عايزة أقول لكم على حاجة كده، يمكن الناس القريبة مني قوي هم اللي عارفين، أنا أحسن واحدة بتحفظ أغاني والله صدقوني، بتبقى الأغاني بتاعتي وما بحفظهاش. تخيلوا بقى انا ببقى قاعده كده بسجل حاطه الموبايل قدامي، رايحه يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله المنظره، الخميس والجمعه انا في المنظره. يا مساء الفل يا وزه، يا مساء الفل يا دودي. جماعه رايحين فين في راس السنه؟ انا هبقى هناك يوم الاصالة. عايز تسمع ايه الاصالة؟ انا هبقى هناك يوم الخميس والجمعة ان شاء الله، يبقوا تعالوا بقى ليل في المنظرة في فندق رويال جويل. مش حافظها بصراحة. نقول اصالة اصالة ليه كده؟ ماشي. يلا عادي مش حكاية، يعني مش طالبة دراما، مش هتفرق شيء معايا، حتى مش هتسيب علامة، أما
الله دي هي جت على جرحي يعني، بالجراح بالكم في قلبي عادي يعني، يالله دي هي جت على جرحي يعني، بالجراح بالكم في قلبي عادي يعني، بس كان في شبر فاضي حط جرحك فيه وزود اسمي جوه الخانة ماضي، جرحي في خانة التعود وفي خانة الذكريات، حط اسمك في المواجع تحت خانة الملحوظات، اكتب انه الجرح وجع وفي خانة الذكريات، حط اسمك في المواجع تحت خانة الملحوظات، اكتب انه الجرح وجع، اما في الخانة هنرجع، اكتب انه معدش نافع. يا حسين الاخبار، وحشني جدا. والله يا جماعة اللي مش عاجبه ما يدخلش يسمع، عادي والله، هي اراء، ما تسمعش. عارفاها بس مش حافظاها. يا معتز، احلى إدارة والله العظيم في اسكندرية كلها. بيرين. لا مش هغني لجورج وسوف. انت مش بتقولي صوتك وحش؟ دبي واللي منها. يا يارا وحشتيني قوي. نقول شيرين. استنى، لا مش حافظاها. كده يا قلبي ليه النكد ده على المسا؟ انتوا ايه يا جماعه؟ هنا نكد، على التيك توك نكد، وعلى الانستجرام كمان نكد، وعليكم السلام. طيب نقول كده يا قلبي وبعد كده نشوف. كده كده يا قلبي، يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا. كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، ويعني يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني، كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، مش فاضل لي مني غير حبة جروح، مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. والله يعني انا كنت شايفة ان هي فعلا مش ناقصة عياط، بس مطلوبة بقى ومش عايزين نزعل حد. فيروز
حاضر هنغني بقى سلطان. نقول فيروز الحمد لله على السلامة. اللايف نور. طيب نقول فيروز بقى كان غني بأمارة مين؟ على فكرة أنا منزلها فيديو يا أحمد، هتلاقيه موجود عندي. كنا نتلقى من عشي، نقعد على الجسر الحزين، وينزل على السهل الضباب، تمحي المدى وتمحي الطريق، ما حدا يعرف بمطرحنا غير السما وورق تشرين، ويقلي بحبك انا بحبك، ويغرب فينا الغيم الحزين. يا سنين اللي راح ترجعيلي، رجعيلي شي مرة رجعيلي، ورديلي ضحكات اللي راحوا لبعد بزوايا السحاب. يا سنين اللي راح ترجعيلي، ارجعيلي شي مرة ارجعيلي، وانسيني عباب الطفولة تأركض بشمس التراب. يا نوشة يا قلبي، جماعة يعني والله أنا مش عارفة أقول إيه. اللايف بتاعي في فنانين وفي ناس بتحب تسمع. طب نقول لو جاي في رجوع، روحي نامي يا رحمة، روحي نامي يا حبيبتي، عندك امتحانات. بقى جاي تقول نفتح باب لسنين مقفول، معلش مفيش في ايديا حلول تنفع ترضيك. بأمارة مين افضل هنا حتى دقيقتين؟ ده تقيل على قلبك نفس هوا بيطير حواليك. لو جاي في رجوع انساني، شوف لك موضوع تاني، ارجع لي للي اذاني وعليا بايه. ما تقلب ليش في مواجع، وقتك ده خلاص بقى ضايع، مش لاقية البنا في الشارع علشان ارميه. لو جاي في رجوع انساني، شوف لك موضوع تاني، ارجع لي للي اذاني وعليا بايه. ما تقلب ليش في مواجع، وقتك ده خلاص بقى ضايع، مش لاقيها البنا في الشارع علشان ارمي. مش حافظاها بصراحة. ازاي يا حبيبي برغم ارمان، هي ارمم مش ارمان. قلنا هنتفاهم وبعدنا كده كام يوم، وبرغم
بعد ساعات بارجع وبحن في يوم وقالوا عليك ان انت عينيك قاسية وما فيش فيها مكان لسه ما حفظتهاش يا رب ان شاء الله. تعال نقول لا مش هي حاجة تانية. هنزل انا هقول يعني هنزل كده واقول لكم ان شاء الله هكون موجودة فين في راس السنة. عامر منيب من اول يوم في لقانا خدني هواك عشت معاك احلى سنين عمري يا غالي بنى على طول ايه جوانا لما العين جت في العين ولا حسيت باللي جرالي بينا نعيش ده العمر ليلة ما تقوليش نستنى ليلة دي لايا جنبك جميلة وعمري يا غالي لقيته معاك. لا مش رايحة ليه الفراس السنة، رايحة مكان تاني. عايزة بس اقول لكم حاجة، ثواني كده. القمر بيطلع. شكرا والله يعني تسلم لي. ليه يا سومو ما انا مسلمة عليكي في اول اللايف. انا كمان بحبك والله. انا هبدأ انزل بكرة ان شاء الله او بعد بكرة بالكتير قوي عشان الناس اللي عايزة تحجز تلحق تحجز. مرسي جدا. انا بصراحة مش حافظاها. تعالوا بس استنوا كده. على راسي والله العظيم من فوق. اي حد يجي تبعك بص في حتة تانية. انا يعني بحاول ادور لكم على حاجة فرفوشة والله، عايزة افرفشكم بدل النكد اللي انا نكدته عليكم ده. اه مصرية، مصرية اسكندرانية. هي دي انا رايقة. ليه كده؟ ليه كده؟ طيب تعالوا هنغني رايقة. هي المزيكا بس كده باينه ولا؟ احلى ناس اهل الكويت. شوفي ازاي جميلة وانتي كده رايقة وبتحلوي حتى لو متضايقة يا
يا نجمة مسكت فيها وانا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي عليكي ضيقة، شوفي ازاي جميلة وانتي كده رايقة، وبتحلوي حتى لو متضايقة، يا نجمة مسكت فيها وانا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي عليكي ضيقة، والضحكة الحلوة دي قولي بتخبيها لمين، والنبي خليها مجاملة، طب نصها مش لازم كاملة، من يوم ما ظهرتي وعاملة خوف وقلق للحلوين، والنظرة بعينك ليا بتطل ترد الروح، ده جمال ناقص يتكلم يا قمر من غيره تضلم، انا مستقتل ومسلم ابعد لا مش مسموح، شوفي ازاي جميلة وانتي كده رايقة، وبتحلوي حتى لو متضايقة، وانا مستقتل عليها سيبي ضحكتك عليكي عليكي ضيقة. عشان اعملها دي بعيدة شوية يعني، خلاص يعني ادمت اصلا. يا من عامل ايه؟ وانتي معايا اعملي زي ما انتي عايزة، ده انتي في الحنية لازم تاخدي جايزة، عيني اهالة تقاطيعك ده انا بيع روحي ولا بيعك، ده انا من لحظة ما شفتك دماغي بايظة، يا نور حياتي ما فيكيش غلطة، اجنبية طيب ولا ايدي خلطة، يا نجمة مسكت فيها وانا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي عليكي ضيقة، والضحكة الحلوة دي قولي بتخبيها لمين، والنبي خليها مجاملة، طب نصها مش لازم كاملة، من يوم ما ظهرتي وعلى خوف وقلق للحلوين، والنظرة بعينك ليه بتطل ترد الروح، ده جمال ناقص يتكلم يا قمر من غيره تضلم، انا متثبت ومسلم ابعد لا مش مسموح، شوفي ازاي جميلة وانتي كده رايقة، وبتحلوي حتى لو متضايقة، يا نجمة مسكت فيها وانا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي عليكي ضايقة. بقولك انا اصلا بحب الاغنية دي قوي يعني. انا مش خايفة من حاجة، ابعدك ممكن اخسر ايه، انا ما بقتش محتاجة اداوي جرح دوست عليه، اذتني كتير ولا اذيتك، غلطت ازاي وحبيتك، اذيتني كتير ولا اذيتك، غلطت ازاي وحبيتك، ملاحق صوت عنادي سكوت، في نبض كأنها نهاية، يضيق نفسي كأني بموت، وروحي معفرة جوايا، أذتني كتير ولا أذيتك، غلطت ازاي وحبيتك، أذتني كتير ولا أذيتك، غلطت ازاي وحبيتك. اسلملي. عايزة ايه انا؟
مش حافظاها والله يا فاطمة. يعني ايه يعني بحاول كده اجمع بس. اطلبوا حاجة اكون حافظاها. ايه اني واحدة فيهم؟ حبيبي يا خالو. عارف انت الحظ بعينه كان وشك حلو علي، كل اللي الناس شايفينه ما يجيش واحد في المية من اللي انا لسه ما قلتوش. ده انا لو تبقى معايا بيترجل قلبي ويتهز، انا لو تاخد عيني يا نور عيني يا عيني ما تتعز. ده انا خايف من العين يا حبيبي اللي جر واللي جز جز. عارف انت الحظ، اهو انت الحظ يا حظ يا حظ. رمضان البرنس، ايه ده في ايه؟ يعني رمضان البرنس دي اسيبك انت تغنيها. تقريبا كانت بتقول ايه، مبروك هي. ماشي. كل الناس حواليك بتغني وانا يا حبيبي ببكي عليك، والاه طلعت غصب عني لما الدبلة جت في ايديك. شيء جوايا بيصرخ ليه ما ناخدش اللي بنهواه، شيء جوايا بيصرخ ليه ما ناخدش اللي بنهواه، ليه احبابنا يكونوا لغيرنا حكم علينا نقول مبروك. مبروك مبروك من قلبي بقول للفين مبروك. طبعا اكيد مش هلاقي ناس كتير قوي عارفين الاغنية دي هنا اصلا، يعني اي خدمة عشان تعرف بس. احنا ممكن نقول، استنوا كده، ممكن نقول حاجة الوردة بما اني بحبها. يعني تعالوا نغني مستحيل. انا من اسكندرية. مستحيل ده مستحيل، لو عملت المستحيل هو جرحي كان شوية ولا دمعي ودمي مية. هو جرحي كان شوية ولا دمعي ودمي مياه، ولا انا قاسيت قليل بعد عمايلك. انا اشتاق لك متهيأ لك بعد عمايلك، انا اشتاق لك متهيأ لك. مستحيل مستحيل، لو عملت المستحيل.
والله انا لسه مغنيه بأمارة مين، اكيد مش هغنيها تاني. اختاروا حاجه تانية كده ما تغنتش. بهاء سلطان. تعالوا نقول انا غلطان. يا ديرو تسلمي لي يا قلبي. طيب نقول لبهاء سلطان. طيب عايزين بهاء سلطان قديم ولا جديد؟ والله دي حاجة تبسطني، بس لا يعني ما فيش حد يجي جنب وردة اي حاجة. يعني لو هنقول بهاء سلطان ممكن نقول حاجة قديمة، يومين وعدوا مثلا. الجديدة يلا بينا. هو أنا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيه، عشان كده يعني بقيت منفعش ومن نظرك نزلت ما بقتش لايق ليك، وكان مفروض ما حبكش، ولو حبيت ما بينش، ودلوقتي خلاص همشي انا وقلبي اللي داي فيك. وليه طيب؟ عشان طيب، عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني. وليه طيب؟ ليه؟ عشان طيب، عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني. والله تسلمولي، والله يعني انتوا بسطتوني جدا جدا بالكلام بتاعكم الحلو ده. فضل شاكر يا غايب. يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك، بيناموا الليل عيونك، أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، محتاجك جنبي ترعاني، نسيني جروحي وأحزاني، أنا مشتاق لعينيك يا حبيبي. لا لا تروحي بعيد، انت نصيبي وبقلبي الوحيد، انت اللي في قلبي والله تفداك الدنيا كل. هياي 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 هي حبك غير حياتي، نساني جروحي وآهاتي، ذكرني بكل حكاياتي، خلاني دهوه، انت غرامي كله، شمس عمري ودلو، اصلك هالعالم كله، حبك ما توه. يا حبيبي لا لا تروحي بعيد، انت نصيبي وبقلبي الوحيد، انت اللي في قلبي والله تفداك الدنيا كل. هياي 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 هياي. لا بصراحة مش حافظاها. ميرسي 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 يا هلا وغلا وغلا. عمرو دياب. ك
خسرت كل الناس علشانه. والله. طب نقول حاجة لعمرو دياب وبعد كده نقول خسرت كل الناس علشانه. نقول لعمرو دياب ايه؟ انا زعلتك في حاجة. حاضر. ماشي. لسه انت كنت في بالي حالا من مفيش، واحدة النتيجة مش فاكرة. احي من بعد عايش ولا مش عارف تعيش، وانا من كتير سبتك وحاسس انك انت ما سبتنيش. ما يهمنيش مين اللي سايب فينا مين، واحدة النتيجة انا وانت طالعين خسرانين، وانا مش بخير بعدك وبعدك كان هيجي الخير منين. فكرة انك رحت مني مش قابلها، شوف نهاية انا وانت غير دي نستاهلها. ما انت لو هتقول نسيت واسمها منك، برضو هعتبرك كأنك مش قايلها. خسرت كل الناس علشانه، وعلشانه استحملت له، ازاي بعد ده كله يسيبني؟ ما تصورتش غدره في يوم كانت روحي في ايده خني، رجعت روحي واخسرني ليه؟ انا ما ظلمتش يلي ظلمني، يا بخته اللي بات مظلوم. انا زعلتك في حاجة، طب ايه يا حبيبي هي؟ بتداري عينك ليه لما بتيجي في عينيا؟ وحكايتك بس ايه؟ فيك حاجة مش عادية، قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، مقدرش اسيبك تتألم. ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك، طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي وانا سايبك تمشي قبل ما افهم في ايه. نخبي ليه في اسرارنا وانا وانت مفيش غيرنا؟ ولو ننسى مشاعرنا نفكر مين يفكرنا؟ يا روح الروح بتنساني وانا فاكر ومش نساك، تغيب عن عيني من تاني ومن غير حب عايش ازاي؟ ومهما تغيب بعيش وياك، واشوفك وردة في الشباك، ودمعة حب في الدنيا بتتمناك يا أحلى ملاك. قالوا لي الحب له علامات في نبض القلب والهمسات،
وروح بتطير تنادي عليك ورعشت ايدي في السلامات. يا زيزو يا نجم، والله العظيم انت اللي وحشنا. والله ما كان على بالي يا هوا، والله ما كان على بالي يا هوا، والله ما كان على بالي يا هوا، والله ما كان يا هوا. قمرين قمرين دول ولعيني، قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك. قمرين دول ولا عينك، قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك. معقول أكون حبيت؟ مش حافظاها كتاب حياتي يا عين، ما شفت زيه كتاب. طب أنا والله مضطرة إن أنا أقول لكم دلوقتي إن أنا هقفل، وانا انبسطت جدا بالشويه الصغيرين اللي قعدتهم معاكوا دول. لا بنزل حفلات يا جوجو، لسه مغنيها من شويه. وانا لو على قلبي فحن عشانك فجأة ومال، وانا مهما بشوفك بشوفك غير كل اللي اتقال. تسحرني عيونك لو قابلوني واقول يا سلام، كان فين من بدري وجودك جنبي احلى ملاك. وقالوا عليك ان انت عينيك قاسية وما فيش فيها مكان، يمكن حبيت ورحت وجيت واتنسيت مع الايام. اه عندي مدير اعمال. انا اتبسطت جدا بالشويه الصغيرين اللي انا قعدتهم معاكوا دول، وان شاء الله بقى هفتح لكم لايف تاني عشان قعدتكم حلوه بصراحه ما يتشبعش منها. فانا مضطره ان انا اقول لكم بقى تصبحوا على خير دلوقتي، واستنوا مفاجاه حلوه قوي 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 ان شاء الله في اخر الاسبوع. تمام ماشي، يلا تصبحوا على خير. ابعتلي في المسجات بتاعت البيدج وهو هيتواصل معاك. يلا باي باي.